بلى. تقول الرواية: فقام يزيد وحمل سوطه وهرول إلى زينب ليضربها. لكن طفلا من أطفال عائلة يزيد قال: يا يزيد لا تفعل. التفت إليه: لم لا أفعل؟ قال: لما خطوت نحو زينب رأيت رأس الحسين يتحرك في الطشت كأنما التفتت يمين والشمال متعجبة من جرأة هذا عليها. إنا ياس تفقد واحد اثنين وفقد الثلاثة يعمي العين والأربعة يعجل على البين وانتن يا زينب وانا فقد تنيف وسبعين واغلى الاهل عباس وياي وحسين واعظم مصيبة مصيبة احسين على حسين وحزني كأنما حانت منها التفاتة وقعت عيناها على عين أبي الفاضل. أبو فاضل الآن تنظر إلى أختك زينب وين واقفة. أسولف لك يا خويا لو بعد كافي أسولف لك إش سوى الصوت بجتعفي أسولف لك إش سوى العطش بشفافي أسولف ضيم قلبي وحكي آلامي وخاف من أسولف ألطم الهامل ليش يا زينب؟ قالت واحد قال أريد سكينة خدامة أسالف لك يا خويا بدخلة الديوان أسالف لك راس حسين فوق الزان ويزيد الرجس كسر منه الأسنان. يلا سامحوني ها بختمها. يقولون: فالتفت يزيد إلى زاوية الدار وإذا امرأة متجلببة بالسواد واضع رأسها بين ركبتيها. قال: من هذه؟ قالوا: هذه الرباب زوجة الحسين. تقول الروايات: فأخذ يزيد رأس الحسين ووقف أمام الرباب ودلى رأس الحسين أمام عينيها ونادى: رباب رأس من هذا؟ يا رباب الرأس هذا رأس الحسين القطيع وجبنا ويا يا سبي رأس عبد الله الرضيع هذا راس وجسم عفتينا على الرمضة صريع وجيت من بعده أسيرة مربطة بحبل السبا هذه زينب ومن قبل كانت إلهي بالحسين الوجيه.